مشاهدينا اهلا بحضراتكم. جهود كبيره بتبذلها الدوله من اجل انشاء شبكه طرق مميزه تليق بمصر وبالمصريين. من الامور الجميله اللي بتستحق اننا نعرف تفاصيل اكتر عنها، وهي تشييد طريق مهم بيتم انشاؤه علشان يربط مدينه القاهره الجديده بالطريق الدائري الاوسطي مرورا بمحور قلعه حرب وطريق الحكمية العين السخنه الجديده، مع تطوير طريق المحاجر، طريق اللي هيسهل كتير على قائد السيارات، وهيكون الطريق من التجمع ل 6 اكتوبر في وقت اقل من نص ساعه تقريبا من خلال هذا الطريق. تفاصيل اكتر عن الطريق ده هنعرفه من اللواء احمد هشام الخبير المروري اللي منورنا هاتفيا. اهلا بحضرتك يا سياده اللواء. حضرتك والمشاهدين ان شاء الله يكون يوم سعيد للمصريين بعدين تتعطل ان شاء الله رمضان ان شاء الله. وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. خلينا في البدايه نعرف تفاصيل اكتر عن الطريق ده يا سياده اللواء واهميته ايه؟ في شك طبعا ان هذا الطريق كان اهتمام القياده السياسيه وكان شكله بيشرف عليه ميدانيا مع المهندسين والمكلفين لهذا المشروع. الغرض من هذا المشروع ان انا عايز اربط الموديل الجديد اللي تم استخدامها وزي مدينه المستقبل وزي مدينه الطرق وزي مدينه المحاب واحد في المدن عايز اربطها من شرق القاهره بالجيزه وهي مدينه 6 اكتوبر باتجاه الطريق هي الاسكندريه الصحراوي عشان اقدر اظبط كفاءه المرور وكثافات المرور العاليه اللي هي موجوده في المسطحات الارضيه واللي هي موجوده اعلى الكباري اتجاه مناطق وسط المدينه ومنه الى مناطق 6 اكتوبر وابرزها قبل 15 مايو ونحن 26 يوليو اللي دايما بنشوف فيه كثافات متحركه على مدار اليوم الكامل وخاصه في ساعات الظهر الصباحيه وساعات الظهر المساء. ده اكيد. ما أمس ربط طريق المحاجر وده هيكون لمده 3 اشهر تحديدا في الوقت. تاني الجمله دي يا فندم علشان ما سمعناهاش، بتاع طريق المحاجر. محمد سليمان لتنفيذ اعمال مشروع ربط مدينه القاهره الجديده بالطريق الدائري الاوسطي مرورا بمحور طلعت خان وطريق الحكميه العين السخنه الجديد مع تطوير طريق المحاجر. طبعا وسط توابل خدمات مرورا كثافه علامات التجاره علامات تخزينيه لاشباك السيارات الى طرق المحاجر. ايه الطرق البديله اللي هتكون لطريق المحاجر؟ حضرتك سامعني يا فندم ولا لا؟ 15 مايو كوبري 6 اكتوبر وكذلك بالنسبه لحضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني يا سياده اللواء ولا لا؟ طب سياده اللواء حضرتك سامعني كده ولا مش سامعني؟ طب طريق المحاجر ده يا فندم ايه الطرق البديله اللي خاصتها الاداره العامه لمرور القاهره علشان تكون بديل ليه؟ هو الطرق البديله هتكون ان شاء الله بالنسبه لها نحو محمد نجيب اتجاه مناطق طريق الطبيعي العين الشكرا طريق الطبيعي العين الشكرا البديل هتكون لو تفتح الى موبيليا اتجاه هذا الطريق كذلك بالنسبه لطريق الانحطاط اتجاه حالة فيديو 6 اكتوبر وايضا الكوبري 15 مايو اتجاه مناطق 26 يوليو اتجاه مدينه 6 اكتوبر ومدينه 6 اكتوبر. طيب خلينا نرجع للنقطة الرئيسية يا فندم، وهي إن الطريق هيكون من التجمع ل 6 أكتوبر في وقت أقل من نص ساعة، يمكن دي النقطة اللي كل اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي هيبقوا مهتمين بيها. إمتى هيتم البدء في تنفيذ الطريق ده؟ الطريق تم غلطه لمده 3 أشهر اللي هو تطوير طريق المحاسن بالاضافه الى تطوير طريق الاوسطي وانشاء هذا المحور هيكلف ان شاء الله خلال 3 أشهر وباذن الله بعد 3 أشهر هتبتدي في المرحله الاولى وبعد المرحله الثانيه يعني ان شاء الله باذن الله على نهايه هذا العام باذن الله على الاقصى هيكون هذا الطريق يعمل ذهابا وايابا بشكل الساده المطلوب وهيكون في حاره مستقله للسيارات المائيه للتفكير والمائيه. والله شيء ممتاز جدا ان يعني يكون لسه ما بتمش البدء فيه ويكون المتوقع تسليمه ان شاء الله في نهايه هذا العام، يكون بيتسلم رايح جاي في الناحيتين للجمهور. شيء جميل. منك اقصر وقت ممكن بهدف قطع المسافه الزمن للرحلات حتى برضه نوفر استخدام المفروض معروف ان مصر بتستهلك المفروض بالعمله الصعبه بالنسبه لكثافه الى 40% من استهلاك الوقود الاجمالي وبالتالي ده هتساعد بشكل كبير على قطع المسافه الزمن للرحلات واستخدام من استهلاك المصرف وبالتالي هيكون جميع الجوده والطريق الجميل والاشخاص زي مثلا وجود الثوره الرابعه زي الطريق الجميل والاثنين كل هذه الشروط تعزيز بشكل كبير على الاجمالي من استهلاك الوقود وحفاظ الجوله
مليارات الجنيهات. طبعا طبعا. هل في بقى اي معلومات تكون طمعين بقى في معلومات من حضرتك عن هيكون كام حاره، اي معلومه زياده، ولا المعلومه بس عن بدء التشغيل؟ هيكون عدد خمس حارات. خمس حارات حارات مخصصه للطيارات والمناسب بالاضافه لجزيره وسطى مدينه الجنوب بهدف التسهيل وتسهيل الحركه المروريه. ايضا هتكون في مدينه العامه للمدن لصالح السرعه المحدده على هذا القانون في الشارع. جميل جميل، يعني حاجة جميلة ومشرفة الحقيقة. بشكر حضرتك الحقيقة سيادة اللواء على المعلومات الجميلة اللي حضرتك اديتها لنا النهاردة. بشكرك شكرا جزيلا اللواء أحمد هشام الخبير المروري، شكرا لحضرتك. دي كانت المعلومات المتاحة لنا عن الطريق اللي هيتم إنشاؤه، المحور اللي هيتم إنشاؤه لربط التجمع ب 6 أكتوبر في وقت قياسي أقل من نص ساعة. إمتى هيتم البدء فيه؟ خلال 3 شهور. إمتى هيتم تسليمه للجمهور ولقائدي المركبات؟ ان شاء الله خلال اخر هذا العام هيكون جاهز من الناحيتين للي رايح واللي جاي. ان شاء الله 5 حارات للي رايح 5 حارات للي جاي بكامل الخدمات المروريه اللي محتاجها المواطن على الطريق هتكون جاهزه للتسليم ان شاء الله قبل نهايه هذا العام. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.